متفقين طبعا انه شهر رمضان الكريم لما بيهل علينا ويدخل ونتعمق فيه من اول 5 ايام اول 10 ايام بنحس بقدر الامكان انه في ملامح تغيرت في حياتنا، منا من يكتسب منها الايجاب ومنها للاسف الشديد ما يعتبره شهر بيمر مرور اي شهر اخر. الطقوس الدينيه في حد ذاتها سينار، اوقات بتكسبنا عادات وتقاليد بنستمر عليها مدى الحياه، مش بالضروره يكون شهر رمضان او غير شهر رمضان، بالعكس بس هي فتره لإعادة تقييم الذات وإعادة تقييم النفس. مش بس كده يعني، ليس رمضان هو شهر الطقوس الدينية وشهر الأكلات وشهر يعني أشياء كتيرة متعودين عليها، لكن أيضا بيكسبنا ملمح اجتماعي، وهو يمكن بنعرفه كده بشكل طبيعي فطري لما بنقول إن رمضان بيحب اللمة. اللمة إن احنا طول السنة تقريبا كله منشغل بحاله، بنعيب كتير على التكنولوجيا إن هي فرقت ما بين الأسر والعائلات، حتى مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من انها تعمل تواصل اجتماعي عملت بالعكس، كل واحد منكب على المواقع بتاعته على الفيسبوك على تويتر في يده. ويمكن ما بيفكرش حتى انه يتواصل مع اخوه اللي قاعد معاه في نفس البيت. فهنا رمضان بيجي شهر في السنه ممكن يعمل الحكايه دي. بنعملها بقى باي شكل، بنتقابل بعد الفطار، بنتقابل على السحور، بنتقابل على الفطار، حتى لو كان الموضوع ده بيرهق ربة المنزل، بيرهق ميزانيه الاسره مساله العزومات الكتير، لكن ليه جانب ايجابي وهو ان الناس فعلا بتجمع في رمضان، حتى المتخاصمين بيفكروا قبل رمضان ان هم يتصالحوا. فطبعا هنا اعتقد ان دي سلوكيات ايجابيه محتاجين ان احنا ننميها ونضغط عليها علشان خاطر تبقى سمه لينا طول العام. خلينا نشوف التقرير وبعدين نناقش هذا الموضوع. من منا لم يفتقد اجواء وطقوس رمضان في الماضي التي لم نعد نراها اليوم بسبب ما يحدث في مجتمعاتنا العربية؟ ومن منا لم يلاحظ أو يشعر بالوحدة والبعد عن باقي الأهل والأصدقاء في الاجتماع بهم مثل كل عام من الأعوام الماضية دون نقصان أي فرد من أفرادها؟ ندرك من هذا كله إننا نفتقد كل هذه الأجواء اليوم لعدة أسباب أخذت في التزايد عاما بعد عام، فقد أثرت كل العوامل المحيطة والحاصلة في مجتمعاتنا العربية مثل الحروب والتدهور الاقتصادي والأزمات المالية وغلاء الأسعار وازدحام الأفكار والأعمال وكثرة المشاغل وتغير الطباع والسلوكيات. تحت كل هذه الضغوط نجد أنفسنا ضائعين ومشتتين، نشتاق لكل هذا وكأنها أصبحت ذكريات طواها النسيان، نحاول تجسيدها واستعادتها من جديد. وسط كل هذا نحاول استعادة الملامح والروح الحقيقية لشهر رمضان الكريم، ونعيد ما فقدنا لنزرع في قلوبنا الفرحة وفي قلوب كل من نحب حولنا. ولكن تبقى روح رمضان وفرحة الأطفال والكبار بهذا الشهر الكريم تتحدى كل الظروف والضغوط. طبعا بنرحب بضيفتنا في الاستوديو دكتوره ميسون الفيوم، استاذ العلوم السلوكيه وتنميه الموارد البشريه، ورمضان كريم وايامك كلها خير وعافيه. الله اكرم، اهلا وسهلا. امين يا رب العالمين. ايه ابرز ملامح شهر رمضان على المستوى الاجتماعي؟ هو المفروض ان شهر رمضان مختلف، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه عن بقيه الشهور كلها طبعا، لان هو انزل فيه القران وفي ليله خير من 1000 شهر، فروحانياته حتى مع معانا كبشر مختلف، يعني حتى مع الصلاه والصوم وطريقه استعداد لرمضان قبل رمضان وكده، ده بيديكي اصلا من البدايه من قبل الدخول لشهر رمضان بيديكي طاقه ايجابيه، حافز من الرضا من الاقبال، بتحسي انه على المستوى الروحي انت بتستعدي نفسيا لاستقبال شهر عظيم جدا. ومن الناحيه الاجتماعيه انت بتحسي انك هتشوفي ناس ما بتشوفيهمش الا بالظبط، بقالك زمن ما شفتيهمش، حتى اللي بيسافر ممكن بيظبط معاه اجازته رمضان، دي حقيقه. وبعدين بيبقى جو اجتماعي جميل جدا، في تفاعل اسري، لان ممكن كمان مع رتم الحياه السريع كعيله يعني كنفس الاسره ما بتتجمعش الا في رمضان، نتيجه ان بس كل واحد ليه مواعيد مختلفه عن الاخرين، فهو بيجمع الاسره نفسها وبيجمع باقي الاسر اللي هو بيبقى بقى فيه صله ارحام، الجيران بتتالف، حتى في المساجد لما بينتشر بقى فيها صلاه التراويح وصلاه التهجد وكده، الطاقه الايجابيه اللي بنحصل عليها مجرد ان احنا بنشعر يعني ان الثقف بصفه عامه طبعا هي طاقه منتشره، يعني ممكن تمتد معايا لو انا عندي طاقه ايجابيه فانا انشرها 6 كيلو حواليا دار ما يدور طبعا. فدي برضو موجود عندنا بقى في رمضان، الطاقه بقى الايمانيه اللي احنا بنستمدها بقى من طقوس شهر رمضان اللي بتختلف عن اي طقوس اخرى. يعني احنا قبل رمضان
رمضان باسبوعين بنبدا نحس ان احنا عندنا طاقه عاليه جدا لاستقبال شهر رمضان. بس صعب جدا دكتوره ميسون ان احنا نكون متجاهلين عادات احنا بطبيعه الحال او روتين الحياه قتلها فينا، فبيجي رمضان تحديدا يجمعنا. طيب احنا فين بقيه السنه؟ هل هي بسبب قصه انه التليفونات زادت، التكنولوجيا تطورت فبعدت المسافات بين الاسر، ولا احنا بنعملها مجامله؟ لا هي في مش رمضان. في حاجات مجبرين ان احنا نروح مجامله إيه؟ لان في ناس بتعزمك فانت مضطره تجاملي وتردي العزومه، لكن في ناس انت بتعزميهم بحب، انت حابه تشوفيهم، انت حابه تقابليهم، وخصوصا اللي هم الاهل واللي هم المحيطين حواليك، اللي هي علاقات اسريه، يعني البيت الكبير لو موجود الجد والجده ويجمعوا الاحفاد والابناء، فبتلاقي فيه جو اسري يعني اكتر من رائع. ده انت بتفتقديه، ممكن تروحي في وقت تاني تتعزمي او كده، بس مش نكهه رمضان، مش جو رمضان. ممكن تعتذري كمان ما تروحيش، يعني في الايام العاديه ممكن لو وراكي حاجات تعتذري، لكن انت في رمضان لانك عندك الناس فاضيه في الوقت ده. ما فيش، كلنا بلا استثناء ما عندناش اعمال ساعه الفطار، فما هتعتذري تقولي انا بحجه ايه ما هعتذر؟ فانت لازم هتروحي. وبعدين انت جواكي بتبقي عايزه، يعني عايزه تعملي تفاعل اسري، عايزه تعرفي اولادك اكتر، يبقى في حاجات اجتماعيه، ما انت برضه عندك، انت مسؤوله عن التنشئه الاجتماعيه بتاعت الاولاد. لو انا عزلتهم وابتديت اتعامل معاهم على ان احنا بس كاسره، ما هم لما هيكبروا هنبتدي بقى الدايره دي تبعد، فاحنا مش عايزين بقى الدايره دي تبعد. فهم يتعودوا، لا ده احنا شهر رمضان جاي بملامح بقى بتاعت شهر رمضان، بطقوس، واحنا من قبلها بنستعد، بنعلق فانوس في البلكونه، بنعلق انوار في بلكوناتنا، هنستعد نشتري حاجه رمضان، هنبتدي مثلا ده زمان لما كان يوم الهلال ده كان بيبقى فيه طقوس اكتر من رائعه. ده اللي عايزه اقوله، استقبال هلال شهر رمضان. شايفه انه العادات الاجتماعيه ما زالت محتفظه برونقها ولا بدات تتغير شويه مع متطلبات الحياه وايقاع الحياه السريع وغيره؟ لا هي طبعا بدات تتغير بشكل كبير وملحوظ، يعني حتى زمان احنا حتى واحنا كبار مش صغيرين، مجرد ان انا بظبط حاجه رمضان عشان خاطر ولادي وكده كنت ممكن تشعري بالبهجه والسعاده. لكن انت دلوقتي مع رتم الحياه والحياه السريعه والاعباء الاقتصاديه والاعباء النفسيه طبعًا. لان يبقى في عندك برضو مشاكل بتعانيها سواء في الاسره او في المجتمع نتيجه يعني طبيعه المجتمعات اللي هي بعد ثورات الربيع العربي، فبرضو ده اتغير شويه. بس احنا ممكن برضو نحاول قدر الامكان ان احنا، لان احنا التغيير بيبقى مننا احنا، فاحنا ممكن بقى نظبط التغيير ده، نخليه بشكل ايجابي، ما يبقاش سلبي، لا نخليه بشكل ايجابي، احنا اللي نغرس بقى في اولادنا، لا احنا هنعمل، لا احنا هنعزم، لا احنا هنجيب، لا احنا هنعمل كذا. واهم حاجه بقى في رمضان اللي المفروض ما نفتقدهاش خالص، ان احنا نعود ولادنا من صغرهم على الصيام. يعني في ناس تقول لك ايه، بيبقى البنت مثلا او الولد بقى 10 سنين ولسه مش بيصوم، طب ما انا هبتدي اعوده يصوم، يقول لك انا بخلي يصوم لحد اذان الظهر. لا انت خليه يصوم من اذان الظهر للمغرب، لاني انا عايزه مشاركه وانا بفطر، يعني وانا بفطر عايزه احسسه انت كمان صايم. فالاذان المغرب ادا يلا انت هتفطر، هتقعد معانا، هتقعد معانا على الترابيزه، هتاكل لانك هتبقى جعان، فانا عايزه اللمه دي. لكن مش ان هو يصوم لحد اذان الظهر وبعد الظهر يبقى قاعد عادي، مش هيستشعر جو رمضان بالمسؤوليه او بالترقب لاذان المغرب. يعني عارفه تبقى الحاجه محطوطه مثلا، الاكل محطوط على ترابيزه السفره وهو قاعد مش قادر، شايف قدامه كل حاجه بس مش قادر ياكل لان هو صايم. فانا ابتدي اغرس فيه، يعني احنا التفاعل الاجتماعي، انت زيك زينا، انت بتشاركنا، احنا صايمين والحاجه قدامنا بس مش هنمد ايدنا عليها الا لما اذان المغرب يد. فانا كده بغرس برضو جواه روحانيه ايمانيه، يعني حاجه ايمانيه جميله، ان انت زيك زينا، انت مشاركنا، انت صايم. فما نعملش بقى زي العكس اللي هم بيعملوا لحد اذان الظهر او الساعه 2 يقول لك من 2 خلاص يفطر، لا نعكس بيحس عشان يبقى فعلا جعان، يبقى عشان فعلا الافطار، ودي مهمه جدا بالنسبه للطفل طبعا. علشان خاطر يقدر يستعد وبعد كده يمسك، يعني يعمل امساك بقى من الظهر. ورمضان كمان فرصه حتى احنا على مستوى الكبار، يعني عندنا في تنميه الموارد البشريه، لو احنا عندنا اي عاده سيئه عايزين نغيرها، علماء النفس دايما يقول لك من 27 يوم ل 30 يوم تقدري تغيري اي عاده سلبيه عندك، اللي هو التكرار. تكرار، يعني هي العاده بتبقى ايه، العاده هو قناعه، فبتؤدي بيا لممارسه سلوك، تكرار السلوك يؤدي بيا لتكوين عاده. فانا بقى عندي عاده، انا المفروض ارصد قبل رمضان اعمل تهذيب نفسي او تهذيب لذاتي. يعني ايه؟ امسك ورقه وقلم اقول انا فيا ايه من الصفات اللي غير حميده، فانا هشتغل على صفاتين في شهر رمضان. مثلا انا عصبيه قوي، فمش عايزه ابقى عصبيه في شهر رمضان، طب هتعملي ايه؟ همسك لساني، لو حد ضايقني اللهم اني صائم، لو حد قال لي حاجه مش هغضب،
هعد من 1 لـ30، هعمل اي حاجه، ابتدي امرن نفسي، لان ما فيش حاجه من غير تمرين، فكل حاجه ابتدي امرن فيها نفسي، بحيث ان انا عامله حسابي اني اخرج من شهر رمضان فيا صفتين او 3 أو 4 زي ما حضرتك تحبي، دول هيتلغوا من حياتي، فانا المفروض استفيد من رمضان. يعني اوكي، انا مؤمنه بالخطه اللي حضرتك وضعتيها او ان علماء التنميه البشريه وضعوها، لكن هل فعلا ممكن يحصل ده؟ ان انا ممكن امسك نفسي طول رمضان وبعد رمضان خلينا نقول يعني يمكن شهر كده بيبقى لسه مستشعره جلال الموقف، وبعد كده خلاص بترجع للامور. لا بصي، خلينا في البدايه نتفق من البدايه ان شهر رمضان ما هواش امساك عن الطعام خالص، انك ما تشربيش وما تاكليش، لا، لكن هي بس ده جزء منه، اللي هي عشان تشاركي الفقير، علشان تحسي بالام الناس اللي ممكن تبقى في السنه في الايام العاديه ما عندهاش اكل، او ما عندهاش امكانيه حتى تشتري طعام، فلما انت تحسي بتعب فانت زيك زيهم، لكن هو شهر رمضان هو اعلى من كده بكتير، لانك انت بتمسكي الجوارح، عم تمسكي الجوارح عن ايه؟ بتمسكي الجوارح عن الحلال، يعني انت ممكن بتمسكي جوارحك في الحرام، لكن انت هنا في الحلال عن الحلال، لان الاكل حلال وانت مش بتاكليه، كل حاجات بتعمليها حلال انت مش بتمارسيها، ليه؟ لان هو ده الصيام، الصيام تهذيب للنفس. بالظبط، تهذيب للنفس، فانا لو خرجت من شهر رمضان نفسي على ما هي كانت عليه، يبقى فيه غلط، يبقى فيه هنا غلط، ما حققتش الهدف من الصيام، لان الصيام يعني هو يعني اجره اول حاجه كبير جدا عند رب العالمين، لان انا ممكن اصلي قدامك، ممكن اروح احج قدامك، ممكن ازكي قدامك، لكن ممكن اقول لك انا صايمه لكن اروح من وراكي اكل، فمين اللي هيبقى شايفني؟ هو رب العالمين. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى اختص أجر الصيام ليه هو بس، ما حدش يعرف جزاكي إيه عن الصيام، لأن رب العالمين هو يجزي به من يشاء وكيف يشاء. صح. فعلشان كده يعني ممكن كل حاجة يبقى فيها يعني قدام الناس أعملها ما عدا الصيام طبعًا. يعني ممكن بيبقى بيني وبين ربي بس، ربنا يشهد إذا أنا كنت صايمة أو ما كنت صايمة طبعا. يعني شاكرين لك على هذا الروشتة المختصرة الجميلة اللي قلتي لنا عليها، وفعلا هو شهر رمضان مش صيام عن الأكل والشرب فقط أو تجويع النفس، هو تجويعها عن كل الشهوات، وبالتالي نخرج من شهر رمضان واحنا مسؤولين. يعني مسؤولين مسؤولين، بس للي استمتعوا بشهر رمضان، للي استمتعوا بشهر رمضان. دكتوره ميسون الفيومي، استاذه العلوم السلوكيه وتنميه الموارد البشريه، شكرا لك، وكل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه، ربنا يخليك. ها، باقي شيء؟ متاكده؟